كل ما هو جديد يشد، ولأنكم قطع كسح كسل كسلتوا تبني البيوت. ضمن برضو الحاجات في ناس الأغراب إن أنا عرفت الغجر، ما كنتش عارف مين الغجر دول. فأول ما رحت لقيت كير بيت أقول يا رب مش يخلصني من اليوم، يا رب خلصني من المسلسل ده كله، أنا مرعوبة. أمير كرارة جان أحمد السقا جان إنه يعمل تركيبة السنان بده، ده تجديد لمين؟ لأحمد السقا جان. الناس الأغراب يعني في بدايتها كنت راحة مغضوضة، راحة عادي، فجأة لقيت مخرج الجميل ليه تركيبته. طبعا أول يوم رحت لقيته منفعل، مسك المايك معرفش بيعمل إيه، فبقيت مغضوضة أنا جاية هنا إيه وليه، وأنا بحب يعني زي أي حد بيبقى الهدوء عادي يعني، ومش قادرة أتكلم ولا قادرة أعتذر لأن دكتور أشرف اللي مرشحني وممكن يتقال ما إحنا بنرشحكم أنتوا، فمش عارفة. فاشتغل في ناس الأغراب وفاجأ مع التصوير إن أنا مش عايزة يخلص. يعني أنا أول يوم رحت فيه ما كانش لسه فيه، يعني جبنا من الحلقة 30 فلسه ما فيهاش كلام، فأول ما رحت لقيت كير بقيت أقول يا رب مش يخلصني من اليوم، يا رب خلصني من المسلسل ده كله، أنا مرعوبة. وأنا ماشية كان نفسي دور يطول أكتر وأفضل مع العيلة الجميلة دي. أستاذ محمد سامي وهو المؤلف كنت عايزة أغير، دي من ضمن أنا بقولك مواقف، يعني كنت عايزة أغير جملة، مش جملة هقدم مؤخر، كلمة بدل ما في بداية الجملة هتبقى في المؤخر، يعني بداية الجملة هتبقى هي أصلا في نهاية الجملة خلاص. وأنا متفق حتى مع مصحح اللهجة قلت له خلينا نخليها آخر الجملة، فقال لي ما فيش مشاكل. لما جيت أصور ولقيت أداء اللي عطوهوني أستاذ محمد سامي لقيت الجملة ما تنفعش إلا كده اللي هو كاتبها. دي من ضمن الحاجات اللي فرحتني إن أنا سعيدة بالتعامل مع هذا الفنان ككاتب وكمخرج. من ضمن برضو الحاجات في ناس الأغراب إن أنا عرفت الغجر، ما كنتش أعرف مين الغجر دول. فدي يعني الفن كمان جميل إنه بينقل ليك خبرة أو معلومة. فأنا الحمد لله والشكر لله سعيدة لإن أنا عملت أو رجعت بعملين قويين الحمد لله والشكر لله، أحمد ربي وأشكر فضله. ناس الأغراب وموسى أحسن إن الممثل هو اللي بيقول عن دوره إيه اللي حبي يجدد فيه، لأن دي حاجات خاصة بالممثل. لكن أنا ممكن أقول لك إن أنا بحبه يعملوا أي، وهو كل ممثل بيحاول ما يكررش نفسه عشان ما يزعش، فبيحاول يعمل تجديد، يعني انه يعمل تركيبة السنان بده، ده تجديد لمين؟ لأحمد السقا الجان بتاعنا. الفنان برضو امير كرارة انه يعمل الكحل، الناس كتير بيقول لان هو طالع غجري فده الغجر. امير كرارة الجان احمد السقا الجان انه يدخلوا يعملوا الناس اللي هم بتوع زي عارف العصابات والحاجات دي باللهجة الصعيدي وبتاع، ده جديد، فبرضو مش هيقدموا لك، يبقى برضو بيخدم الشخصية بالايه بمكياج بيعملوا، كل ما هو جديد بيشد. فأنا بحب كل زمايلي إن هم كمان بيجتهدوا عايز يعمل حاجة جديدة زي ما قلت لك، يخرج من عباية الجان إذا كان. وعشان أنا كنت من ضمن عيلة العمدة في ناس الأغراب هقول لكم كلمة واحدة، ولأنكم قطع كسح كسل كسلتوا تبني البيوت. أنا لسه هنكلم مع أستاذ محمد رمضان اللي أنا كنت قلقانة وما بحبوش قبل مرة، قالوا لي ليكي أو فيكي يعني من الفنانة فيروز، رحت قابلت الزعيم نفسه هو اللي عمل معايا الانترفيو. أمور يا جنيت ردي إنك تعملي يا عين حولة، قلت له أنا ما حدك عامل أي حاجة.